مرحبا أعزائي، برحب فيكم مجددا على بيروت فريجرانس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل سبسكرايب. حلقة اليوم مميزة كتير لكل محبي عطر ديور أوم انتونس اللي عم بعينه هلأ بسعره للعطر وبالأداء تبعه. لقيت لكم بديل بسعر مناسب جدا، أقل من $20، من شركة ريفس، شركة إماراتية. بديل ممتاز سوري بديل ممتاز ورائع جدا لعطر ديور اوم انتونس. العطر اسمه Elegant اوم من شركة ريفس. هيدي الفول برزنتيشن. هلا اكيد العطر يعني مش النوعية، يعني ما حدا يجي يقارن لي انه ديور يلي بده نوعية وهذا يضلوا على ديور اوم يدفع $140 وياخد 3 4 ساعات ثبات، بس انه المكونات مش صناعية برأيه، مش صناعية خليه برأيه. انا عم بحكي للعالم اللي بدها توفر مصاري، ما بدها تدفع $140 حق عطر بضاين 3 4 ساعات بالاصدارات الجديدة، والاصدارات القديمة صار اسعارها خيالية. في هيدا العطر من شركة ريفس أنا اكتشفته وجربته وعم بنقلكم تجربتي، وراح أقارنه عندي ديور أوم انتانس. يعني مش عم بحكي هيك بالمطلق، عندي ديور أوم انتانس إصدار 2017. راح أحط لكم الباتش كود كمان تبع ديور أوم انتانس، أي باتش 2017. أوكي راح أقارنهم مع بعضهم وقلكم تجربتي. جربت هذا العطر 4 أيام، لبسته لهذا العطر مع الديور اوم انتونس وقارنتهم مع بعضهم مظبوط. اذا شركة ريفس شركة اماراتية، اول عطر من شركة ريفس بجربه. ما في كتير حكي عنه على الفراجرانتيكا، ما بتلاقوه على اليوتيوب، يمكن في فيديو واحد معمول عنه باللغة الانجليزية. اليجنت اوم او دو بارفان بيجي تركيز 100 ملي، هون ميد ان يو اي اي صنع الامارات. علبة لونها اسود هيك مثل الطابع المخملي، الملمس تبعها زجاجي فخمة جدا. شوفوا ملا سماكة ازاز، الغطاء بلاستيك. اوكي ما ديور اوم الغطاء تبعه بلاستيك. هذا السبراير كتير مرتب الازازة، اليجنت اوم شركة ريفس، وستيكر صغير من تحت. هون رح نجرب العطر. مجرد ما تبخوا العطر، يلي بيعرف الديور اوم خاصة ديور اوم انتانس تغري رح يجي على راسه الديور اوم انتانس. حتى كمان رح نحاول نجربهم على الورقة كمان لنشوف الريحة كيف. هيدا على الورقة ديور اوم انتونس، هيدا الريفس اليجنت وهيدا ديور اوم انتونس. ما راح فوت بالنوتات يعني لانه ما في، بس الخزامة بتشموا، الخزامة بتشموا نوتة السوسن، الايرس، خشب الارز، هولي بتشمون بالعطر فعلا. يعني اكتشاف لقيته مهم جدا. رح نجرب هلا ديور اوم انتونس كمان على هالايد. انا قارنته يعني خليت كذا شخص يشم هذا العطر وهذا العطر، على كل ايد رش عطر وشمهم كلهم يقولوا لي انه عم تضحك علينا، عم بتشممنا نفس العطر. انه قالوا لي كلهم يقولوا لي مثل بعضهم، يعني انه شو عم تضحك علينا. هذا انا كنت عم بعمل تجربه اشوف قد ايه نسبه التطابق. فعلا نسبة عالية جدا نسبة التطابق. ما بقى ما في لكم قد ايه بالمية، بس كتير في تقارب وتشابه. اوكي اذا قلنا السوسن، الارز، الخزامة، نفس ريحة ديور اوم انتونس. حتى على الورقة بعد تقريبا ربع ساعة
نفس الريحة، نفس العطر على الورقة، يعني تشابه كتير كبير. وعلى البشرة كمان نفس الشيء، تشابه كتير كبير بين هدول العطرين. أداؤه ممتاز، 7 ل8 ساعات ثبات، جيدين جدا. الفواحين أول ساعتين جيد جدا الفواحين بهذا العطر، على الملابس بيبقى 2 و3. فعلا عطر جبار، يعني منه هين أبدا كبديل لديور أوم انتانس. هلا في ناس رح يقولوا لي إنه في فراجرانس وورلد عندهم كمان عطر اسمه كمان هو بديل لديور أوم انتانس. مظبوط، في عندهم عطر بديل وكمان ممتاز، بس للأسف بلبنان ما كنت لاقيه. حاولت كتير، ضليت اللي اكتر من سنة بحاول استحصل على هذا البديل من الفراجرانس وورد، لحط لكم صورته لديور أوم انتانس، ما كنت اقدر استحصل عليه ولا بأي شكل. فاكتشفت هيدا ورح مشي اموري بهيدا. هلا موجود، سعره اقل من 20 دولار، سعره 15 16 دولار. بتاخده 100 ملي من عند ديل اوف ذا داي. بالغلط عرفت في هذا العطر، حتى ما بيعرضوه ولا عم بيسوقوه، بالغلط هيك عرفت فيه وسألت عنه وجربته، طلبته يعني وجربته، طلع فعلا رائع. يعني عم بقارنهم فيس تو فيس. إليجنت أوم من ريفس، أكيد بنصحكم تجربوا. بتمنى أعزائي يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، ونشوفكم فيديوهات جديدة. Good evening guys, welcome back to my channel Beirut Fragrance Passion. If you are new, please subscribe. Today's video will be about a clone of Dior Homme Intense from the house of Rifs. It's made in UAE, Elegant Homme by Rifs. Okay, that's the full presentation. Black box with the velvety feel. Okay, Elegant Homme Eau de Parfum 100 ml. Here you have the brand name Rifs. Okay, that's the bottle style, very elegant. Box style, very elegant box. The bottle, very thick glass. Okay, look at the juice color and the very heavy bottle. Okay, the cap is plastic. Okay, same as Dior Homme Intense sprayer. Very nice sprayer, nice spreading. Okay, very nice looking bottle. Okay, here I have my Dior Homme Intense bottle from 2017 batch. Okay, I will put the batch number on the screen. Okay, I will spray also on the paper. Here we have Dior Homme Intense, and here we have, we'll check them out after a few minutes, Elegant Homme. Okay, you can smell, it's the same smell. There's not a lot of talk about this perfume. It's not listed yet on Fragrantica. Even on YouTube, you have only one video, I think, from Thomas Linsent. He made a video about his first impression about this perfume only. Okay, I've been trying this perfume for 4 days. Okay, that's the fourth day. And I'm applying face to face with Dior Homme Intense. Okay, they are very near, very close, extremely close. Okay. Okay, here. Almost the same smell. Okay. You can smell, of course, the iris, the cedar, the lavender. Okay,
very very close smell. Okay, performance, it's good. You can, it's 7-8 hours longevity with the first 2 hour above average projection. Okay, the latest patches of Durham Intense, they lack of performance. Okay, and the price is $100 plus one here in Lebanon. 100 ml, it's $140. Okay, this one is below $20. I got this one $15-16. Okay, and it performs way better than the latest batch of Dior Homme Intense. 4 hours maximum you can get with the latest batch. Okay, it's they have been reformulated and reformulated and reformulated and reformulated. Okay, now they don't deserve to pay $140. Okay, some will tell me, but it's synthetic. I don't care. Okay, I have the same smell. Nobody will tell me. The mass people, they don't know shit about synthetic and the ingredients, whatever. Okay. They want to smell good. They want to smell you good. That's what I want. I'm paying below $20. Okay, I think it's very good for me. There's another one, another good alternative to Dior Homme Intense from Fragrance World. I don't know the name. I will put it on the screen. Okay, it's also good, but sadly I couldn't get it here in Beirut, Lebanon. It's not, I cannot find it here, okay? But this one is also a good one, okay? Check this out, it's very cheap and it's a good performer and the scent, very close scent to Dior Homme Intense. That's it, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and see you around.